أقول يا الله يا مرمل ثياب المعاطيش، يا الله يا مرمل ثياب المعاطيش، مروي سماها من صدوق المناشي. يا أبو سداد يا الله يا مرمل ثياب المعاطيش، مروي سماها من صدوق المناشي. يا عالم الأجيال والخاتمة هويش، شكاف لأرزاق البشر والمواشي، تجعل لنا توبة بعد حالة الطيش قبل الممات وحزة الارتعاش. من بعد مطلوب الولي نبتدي بيش، أمه جزالة شعر وأمه بلاشي. سلام يا أبو سداد يا حر شهر البرم طاريش، يكفخ ولا يبقى المذلة تناشي. يطرى عليكم يا النشامة لا مشى الجو تشويش، طيبين 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 وفي طيبكم زاد اندهاش. مع نجم سوريا يعني الأصالة والتراث والحكي الدوزن والطلب الطيب، يعني اللي يدخل على الجروب بدون استئذان. فناننا وشيخنا شيخ الكافر وشيخ الطيب بعد الفنان احمد القسيم ابو محمد، تفضل اخوي. شكر خاص وكبير بالبدايه لاخونا ابو نوره اللي اتاحنا الفرصه اليوم نجتمع بهالوجوه الطيبه، ومرفوق الشكر بعريف ومقدم هذا الحفل وشاعرنا الكبير اخونا حكمه الغزالي على هالقول الطيب. وان شاء الله منظور انه يكون هالكلام اللي قاموا يكون فينا يا رب، ولكن كلامك هشام متعلق على صدورك. لا في عصام العدالة أبو محمد، ومضربنا تاريخ فوران أبو راهب الحبيب، باسم المعازيم بنرحب بكل الأخوة الموجودين، الأخ أبو سداد، الأخ أبو سيف وضيوفهم جميع روحهم جميع، الأخ أبو طارق ألف الحمد لله على السلامة، والعم أبو عماد قاسم الزامل، الأخ أبو قاسم محمد الزامل، الأخ أبو فؤاد لؤي الزامل، الأخ بلال أبو جابر حبيبنا وعزوتنا. يلا حيوة عازف الأورج الفنان محمد الصقار، تصوير الفيديو الأخ فنون الجنيدي، يلا حيهم. و على هندسة الصوت الأخ أيمن أبو رزان، بيت أهلا وسهلا جميع الفنان محمد الزعبي، الفنان محمد قلوش، والأخ أبو خالد الكساب العلول، يلا حيهم. بيت أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله. أبو عدنان الأخ صديق القداح، أحفاد العم الأصيل الطيب عبد اللطيف القداح، يلا حي الجميع. طبعا في الحضور صهيب العدنان ناصر عبد اللطيف، ولكن يصح ذكر المرحوم العطر والطيب مو بس بمدينة الحراك، بكل فوران وفي أرجاء سوريا عامة، الله يرحمه. هيا ونور الحبيب، يلا حيهم. يا قلب كم ورد وضمايا من بعد أو من وردهم جافوا سبايب موجعك، من بعد ما رويتهم ما أنزلان يرموك بحجارة هدفهم مصرعا. يا ابو سيف كل شيء زرعتم هالحياة تطلعوا
كل شي زرعته بهالحياة الضيوع، وبعض البشر اللي زرعته بيضوعك، والغرس والمكان برضه طيبي لا تتجي من غلطه وش ينفعك. من بعد ما رويتهم ما زلال يروك بحجارة هدفهم مصرعك. كل شي زرعته بهالحياة بتقطعه، حشا السامعين، وبعض البشر اللي زرعته بيقطعك، والغرس والمكان برضا طيبة لا تنتجي من غلطه شي ينفعك. والغرس والمكان برضا طيبة لا تنتجي من غلطه شي ينفعك. حذرك من شخص اناني تربه يبغى إلو كل شي معه واللي معاك. يا بعل المعروف، يا بعل المعروف مع راعي الردى، عشا سبعين، يا بعل المعروف مع راعي الردى، فعله سلام في بريك وبيخدعك، أو حال للأفعال بأيام الصقيع بحبك إذا بفيت تعود وتلسعك. سلامي والفتاحية لأهل الأردن وسوريا، وبدي بلوي باسم الله وصلي على نبيا.
يا ابو هاجر من عشومي
Oh,